أرول خليل ذنو خليل من تلعفر حي القادسية، حاليا بالموصل. أنا سايق تريلا، طيران كان يقصف وطلعنا على اتجاه سوريا، ماكش طريق اتجاه سوريا. رأسا دخلنا هول، ضلينا 6 سنين بيها. أريد من الحكومة العراقية بلكي يجيب الباقين هم. احنا ما كنا نتوقع نرجع العراق، والله جاء غادي قالوا هذا أستاذ عدنان، احنا رجال ما كنا نعرفه. والله شاف الوضع غادي، صعدنا بالسيارات وجينا حماية، حكومة العراقية الله يحفظه، جاء وصلنا المخيم الجدعة، تعرفنا على عدنان مسؤول المخيم الجدعة، والله قدرنا احترام تقدير، والله تستحي من عنده يا أخي، إنسان يعني خلوق قمة أخلاق. والله دورات مدارس جابوا، دورات خياطة جابوا، سوى العالم رعاية، اللي ما عنده هوية سوى هوية، هذا أستاذ عدنان جاب كلهم، هو أستاذ خالد أبو الهجرة، يعني ما قصروا ويا أي واحد مواطن عراقي. بالمخيم الجدعة كل شيء موجود، شي تريد موجود بالمخيم الجدعة، حاليا بالموصل حي العريبي. الحمد لله كلهم زينين، كل المنطقة جميعا كلهم زينين. عدنا ورحنا على دائرة الاستخبارات، هذا يمنا نقيب محمد، والله هم ما يبقى صار، يعني إنسان مرتبين الله يحفظهم، يعني حيل زينين، يعني تقدير واحترامين، هذا بلدك. الحمد لله أمان، وجود الطيبين، الحكومة الحمد لله أمان، فول أمان. والله عندي ولادي يشتغلون، وعندي ولادي بالمدارس. هسه احنا الحمد لله حيل زين، وضع تمام، تفطر بالسوق، تتجول بالمنطقة وين ما تريد، روح هسه اطلع، روح بغداد بالليل، روح على تل احفر وين ما تريد، أمان الحمد لله. حاليا قاعد ايجار، والله شو نسوي، الولاد يشتغلون عمالة وشغلات، هذا بس.